مجلس الأمة يناقش تقارير لجان التحقيق البرلمانية واقتراحات نيابية بإحالة الملفات إلى ديوان المحاسبة قبل إحالتها للنيابة. رد حزب الله يلجم التهديدات الإسرائيلية، وحكومة الاحتلال وجيشها يقران بإخفاق عسكري وأمني في عملية مزارع شبعة. المستشار الأعلى للإمام الخامنئي في الشؤون الدولية يقوم بزيارة خاطفة إلى موسكو للتباحث بشأن تطورات الملف النووي والتعاون العسكري. اتفاق في موسكو بين المعارضة السورية والحكومة على وحدة سوريا ودعم الجيش في محاربة الإرهاب. الأردن يجدد استعداده لمبادلة ساجد الرشاوي مقابل الطيار الكساسبة والرهينة اليابانية المحتجزين لدى داعش، والتنظيم يهدد بقتلهما. الطيران العراقي يكثف غاراته ضد مواقع تنظيم داعش في عدة مناطق، والعباد يأمر بإجراء تحقيق عاجل حول مزاعم وقوع مجزرة في قرية بروانة أثناء تحريرها من داعش.